الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. الوقفة اللي وقعت اليوم فاجأتنا يعني من غير إعلام من قبل المسبق، رغم اللي عندي مطلب طلب مقابلة رسمية من طرف النقابي، ولكن بحكم الظروف وتوشهر قوت وأغلب الإدارة في عطلة، نستنى في الأسبوع القادم باش اللي طلبوا بتاعهم. ثم أن هذه الاحتجاج في الدقيقة 90، لأنه تقريبا مع المزود فض المشكل، وإن شاء الله أخذنا تعهدات معناها صارمة أنه يقع معناها تسليم السلعة زي الشغل في يوم الخميس أو ما بين يوم الخميس والجمعة القادمة، اليوم ثلاثة بعد غدو وبعد غدوتين وحسب المواصفات. وهي دي الحقيقة، هو صحيح عندهم بعض الحق، لأنه الخدمة اللي أنا بطينا اليوم، لأن هي كانت تجربة جديدة، كانت ثم توفير زي الشغل سابقا كان يتم بطريقة خاطئة، وهذاك علاش نشوفه إحنا عملت البلدية في لباس في بعض الأحيان غير لائق، فهمتني؟ ورغم اللي احنا كل عام نوفروا لهم زي شغل، ولكن ما يلبسوهوش ويقع التصرف فيه بطرق اخرى. احنا شادين صحيح اسنا في المجلس هذا من عام نيويورك من 2021 قلنا باش نوفروا زي شغل منظم وما مطبوع فيه اسم بلديه القيروان، ويكون العمل البلدي مهما كان موقعه، كان في الاداره او في الطريق العام، يكون عنده احترامه ويكون في منظر لائق. ولكن بعض الاطراف اللي كانت تتمعش من الطريقه القديمه هي اللي حبت تفسد العمليه هذه، وهي كما خاطر لانها اول تجربه في الموضوع هذا، واحنا الاداره ما عندهاش خبره في انواع الاقمشه في عديد الحالات، دونك رصدنا عملنا باش عملنا جبنا خبراء في الاقمشه وفي الخياطه في باش عملنا كراس الشروط. ثم بعد بالطبع المشكل الازلي اللي وقع فيه هو انه ما لقيناش تجاوب من عند المزودين، ما باوش يشاركوا كبقيه الادارات، تنقاسيو من عدم عزوف المزودين او المقاولين عن المشاركه في طلبات العروض، لانهم هم بيدهم في وضعيات صعبه، وانهم وقع معناها عدم خلاص من بعض الاطراف الاخرى، سحبوا هذه معناها عدم الثقه حتى على البلديات، رغم اللي احنا وخاصه بلديه القيروان واغلب البلديات وخاصه بلديه القيروان ما تدخل وتخرج طلب عروض والصفقه الا ما تبدا التمويلات موجوده ومرصوده، معناها حتى مشكل في حكاية الخلاص، ما نخرجوا صفقة أو استشارة إلا ما تبدأ الاعتمادات موجودة. هذا اللي احنا حبينا، وكانت بعض الأطراف تتمعش منه هذه الحكاية اللي أنت ذكرتها، وذلك علاش نشوفوا بعض العملاء خاصة اللي يعملوا في الطريق العام في معناها في وضعية رثة ولا تليق بعامل بلدي، حبينا يكون العامل البلدي عنده احترامه وعنده مظهره اللائق به، ويكون موحد بالطبع ويبدأ ظاهر من بعيد راهو هذاك عامل بلدي حتى يقع احترامه أكثر، معناها الحقيقة أكثر العباد تحترمهم العمل البلدي لبعض الأشخاص، ولكن معناها يحسن من الصورة نتاع العمل البلدي والبلدية في هذا. وهذا كما قلت لك بعض الأطراف اللي متضرة منه اللي هي قاعدة وهم أنا قلت لك رغم ذلك البلدية عندها في المشكلة دي، رغم اللي خارج عندي طاقة، ولكن توخرنا الحقيقة من هذوما توا نستناو في هذا زي الشغل نتاع 21، وإحنا في نهاية تقريبا فوتنا الشهر نتاع 22، هذوما أنا نعطيهم فيهم الحق، وأنا فسدت الأسباب تاع توخير هذا. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.